أختي أختي لسه عندك فرصة، قومي شوفي لشارية، ما تتركي روح من هون، رح ينهار كل شيء. أكيد أمنياتك رح تتحقق، ليش ما عم تسمعي كلامي؟ صايرة بلا رحمة، لا تخلي يروح. شارية وماك عم يضبوا غراضهم. رجاءً، شايفة شو عم بيصير؟ أنتي مو أمه، ليش هيك عم تتصرفي معه؟ عيلتنا هيك عم تتشتت، الوضع عم بيصير أسوأ. شو عهدتي حالك إنك ما تحكي معنا؟ أنا ما طلبت منه يترك البيت، هو بنفسه قرر يترك هذا البيت. صار رجال وبيقدر يفكر لوحده. يمكن هو سمع كلمة مرته. أختي أنتي عم تحكي وكأنه ما بيهموكي، صح هو مانو ابنك، بس أنتي ربيتي وحبيتي مثل ابنك، وهلا وقت رجعت بنتك رميتي شارية وتركتي هيك. خالتي، ماما عاملت شارية مثل ابنة وما فرقته عني. ماما ربت شارية كتير منيح واعتنت فيه، هي ما فرقت بالمعاملة بيني وبينه، ما ظلمته أبداً. أنت تجاوزتي كل حدودك. خلاص، عملت نفس الشيء لما كنت صغير، ما فيك تطلع من البيت. صار الوقت لحتى تتصرف بمسؤولية أكبر. ما في تروح لمكان، هذا الأمر نهائي، مفهوم؟ لا تناقشني بالمرة. ماما أنا خايفة كتير، ما عم أقدر أستوعب لأنه اللي رح يصير ما رح يكون منيح أبداً. صح ماما، أنتي أنتي ليش ما عم تديري بالك على حالك؟ على القليلة خدي أدويتك على الوقت. تعمل مثل ما عم قلك ابني، خلص اتركهم، انسى. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.